السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم مرة أخرى في مباشر جديد، وهذه المرة من منطقة أنسي بمدينة الدار البيضاء. معنا الآن مباشرة حالة من الحالات النادرة والغريبة، لا أقول عبر التراب الوطني ولكن عبر العالم، يعني حالة من الحالات النادرة والغريبة داخل التراب الوطني. معنا الأم عائشة رفقة ولدين، يعني يوسف 11 سنة هو اللي شاداه في يديها، والأخ ديالو الأكبر منه محمد اللي 25 سنة. غادي تكتشفوا معنا القصة، الوقائع ديال محمد وديال يوسف مع الأم عائشة. اختي عائشة، نعم، تواصلتي معنا عبر الهاتف باش نسجلوا معك الحاله ديال الابناء ديالك، اللي هي حاله غريبه وفريده من النوع ديالها. اشنو يمكن لك تقولي للمغاربه وتوضحي لهم على هذه الحاله هذه ديال محمد وديال يوسف؟ اولا السلام عليكم. اسم ديالي عائشه من الدار البيضاء، ام ثلاثه ديال الاطفال، منهم محمد عنده 25 سنه ويوسف 11 عام. والمهم انا كان راجلي في ديار ايطاليا خدام علينا، ملي وقعت لي واحد الحادثه هنايا في المغرب، طاح من الشرجم من طروازيام، بغى يصاوب واحد الريدو، زادت لي رجلو، طاح من طروازيام، تهرس من السلسول ديال ظهرو ومن رجلو اليمنى، دار العمليه ديال الحديد في ظهرو ودايرو في رجلو. ملي بقى في العلاج الوراق ديالو كان باقي فيهم 4 شهور ويساليو ليه. ملي بقى في العلاج وفي المستشفى شحال هو ناعس في المستشفى، وفاو لي الوراق ديالو في 2009، سالو لي الوراق فاش تعالج، تبع العلاج ولا غير شويه ولا يمشي بالعكاز ولا يرجع لطاليان باش المهم هذيك البلاد احسن من هنايا، واخا ياخذ غير لانتريت، واخا يعيش غير هو. شوفي عائشه اختي، انا غادي نكون لاول مره غادي يكون ضدك في هذه المساله ديال هذيك البلاد احسن من هنا. الحمد لله حتى هنا، اللهم لك الحمد، حتى هنا كاينين المغاربه، كاينين ولاد الناس وكاينين بنات الناس اللي كيحسوا بخوتهم المسلمين. خاص غير انسان يكون كيدوي في الحق وتكون القصه واقعيه. اذا حنا بغيناك تكلمي لينا على الحاله ديال يوسف ومحمد باختصار، كيفاش محمد خرج في هذه الحاله هذه غريبه، وفي نفس الوقت يوسف، احكي لنا اشنو الفصيله ديالي انا والزوج ديالي، الفصيله بحال ديال الدم. اذا انتم اقارب؟ اقارب. وفاش كنت حامله بمحمد ما تبعتش في الطبيب، فاش حملت بيوسف ملي درت 3 شهور تبعت في الطبيب، اكتشفت المشكل ديالي اللي عند محمد تواعد يوسف، والحمد لله والشكر لله، هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. احكي لنا اختي. مرحبا. ملي تهرس الزوج ديالي صافي تحملت انا المسؤوليه ديال الاولاد بثلاثه، وليت كنخدم في البيوت، شاد الدروجات كندير فيهم الميناج، المهم باش نكون مع وليداتي بداك الشيء اللي 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 قدرني عليه الله. وما حدي وانا نعيا، انا كنكبر في العمر وكنعيا، والوليدات كيصعابوا في التربيه ديالهم. اليوم انا صافي ما تليتش قديت نخدم، ما تليتش قديت على تمارا، الصحه ديالي عيات، كبرت في العمر والوليدات خاصهم العنايه وخاصهم الرعايه وخاصهم، حيت انا كنوكلهم كندير لهم ليكوش، الا ما شربتمش كاس ديال الماء ما كيشربوش حتى شي حاجه، ما كيعرفوا ليها والو. المهم انا وليت مقابله وليداتي، والراجل ما خدام ما والو، راه غير جالس، راه تسبت هو معاق، هو معاق، تسبت لي هذيك الهرسه هو في اعاقه. والمهم راه الوليدات ديالي البنيه عندها التهاب في المصران، راه كتعاني من التهاب، راه هي عندها الدواء ديال المرض مزمن، راه الدواء ديالها راه ثمن، راه واحد بنطازه كدير 5000 ريال كدير ليها سيمانه. غادي ندوروا المشاهدين باش يشوفوا ندور المشاهدين باش يشوفوا الادويه. لاحظوا معنا المشاهدين، لاحظوا، واخا ماشي من الطبيعه ديالنا اننا نديروا مثل هذه العمليه، ان ندوروا الكاميرا، ولكن غير باش نوريكم الصوره مباشره. لاحظوا معايا هذا الفانيل، هذا كيدير 300 درهم، هذا كيدير 300 درهم، هذا الدواء هذا كيدير 5000 ريال، هذا الدواء هذا
كيدير 200 درهم و 700 درهم. الدواء هذا كيدير 2400 درهم. هذا ديال ولدي محمد، هذا عنده التهاب في المعده. الدواء ديال كلشي، هذا ديال محمد، هادشي كلشي ديال هاد الفعنيد كيدير 3000 ريال. هاد الرابوس كيدير 1260. الدوايات هانتوما كتشوفو فيهم هادشي ديال فقر الدم ديال الميكروب ديال السخانة ديال كلشي. هاد البومادة ديال ولدي كدير 700 درهم، عندو الحساسية في الجلد هادي مكنحيدهاش. إينا هذا يوسف ولا محمد؟ محمد. الدوايات هما ديال الميكروب ديال كلشي. هاد الدوايات راه ديال ولادي بجوج، محمد ويوسف. ها الوراق ديال الطبيب. انا شفت بانت هي الشبكه تما ديال الدوايات. هادشي كلشي دوايات. زيد لك الشبكه باش يشوفوها. زيد لك الشبكه. كلشي الدوايات ديال ولادي. زيد لك الشبكه. هذيك كلها ادويه. هذيك كلشي هادو ادويه. كلها ادويه. كلشي ادويه. كلها ادويه. كلشي. واخا اختي عايشه. ديال ولادي بجوج. واخا اختي عايشه. واخا واخا واخا. بغينا نعرفوا، بغينا نعرفوا بطبيعه الحال كذلك المغاربه. المغاربه خوتك المغاربه بغاو يعرفوا ملي سقتي اخبار بانه مثلا محمد هذه في عمر ديالو ياك 25 سنه. 25 سنه. 25 سنه. 25 سنه. ملي سمعتي بانه مثلا اش من وقت سمعتي بان محمد راه غادي يخرج واحد الانسان غير طبيعي؟ اش من وقت؟ الوقت اللي ولدت. واش فاش تولدتي ولا فاش كنتي حامله؟ لا، الوقت اللي ولدت تفاجات بان محمد راه عنده نقص في النمو. نمو فاش؟ في المخ. نمو ديال في ديال المخ. يعني عنده نقص في نمو ديال المخ. قال لي الولد راه غادي يخرج لك مريض. واخا. وحيت فارق السن ما بين محمد وما بين يوسف فارق راه كبير شويه. يعني دابا داروا دار محمد تقريبا 10 سنين ولا 12 عام تقريبا عاد. يعني علاش ما خديتيش الاحتياطات في يوسف؟ علاش ما خديتيش احتياطات؟ دابا الاحتياطات ما تبعتش الطبيب اللي كنت حامله محمد. كون كنت درت الاحتياطات فاش كنت حامله محمد ما غاديش يجي يوسف حتى هو مريض، ولكن الحمد لله الشكر لله. الحمد لله. هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله. الشكر لله. اشناهي واش كتعاني مع هاد الوليدات؟ كتعاني معاهم؟ الحمد لله معاناه. عندي ليكوش ديالهم بجوج. بجوج كيديروا ليكوش؟ بجوج كيديروا ليكوش. كيستعمل ليكوش بجوج؟ في النهار ونجيب لي باكيه ب 700 درهم. المراه دابا راه واخده من الحانوت الكريدي، واخده ليكوش كريدي. ها هو انت تسولوا هاد الحانوت اللي تحت مني. واخده من عندو ليكوش كريدي. الدواء كناخذو من الفرماسيان كريدي. حتى كان جاب الله شي رزيق شي حاجه جاتني كنبقى نخلص بشويه. كتخلي معاهم ختهم اللي كتبغي تخرجي تضربي تماره؟ كنت كنخلي معاهم ختهم، ولكن بنتي ملي مرضت دركا ما تلاتش قدات عليهم. حتى هي سالات وحتى هي مريضه. يعني حتى اختهم اللي كانت معاونك عليهم حتى هي مسكينه مرضات. والدريه ما علاش ما خرجتش الدريه بحالهم؟ الدريه هو الحمد لله الدريه طبيعيه. الدريه كبر منهم. تويميه مع محمد. تويميه مع محمد، هذه باش يعرفوها. دابا الدريه تويميه مع محمد. تواميه محمد عبد الخالق. سبحان الله. وهو خرج، هو خرج غير طبيعي وهي خرجت طبيعي. واخا اشنو كتطلبي دابا انت اختي عايشه؟ نطلب من المحسنين ومن خوتي المغاربه فين ما شافوني وشافوا هاد الدراري وشافوا الحاله ديالي يتعاونوا مع هاد الدراري ويساعدوني. راه ما دير لي الماكله ديال الضوء ما لقيتش باش نخلصو. راه ولادي عندهم الدوايات، عندهم ليكوش. راه انا ما باغا حتى شي حاجه، باغا المساعده ديال ليكوش والدواء ديال ولادي. هادشي اللي بغيت. والليريم ديال بنتي راه من شهر خمسه وانا شاد الورقه ديال الليريم وكاينه روحو فيا وما بغاش يديروا لي الليريم. ميري اسبوع 20 غشت واحد يلوحني الواحد حتى الليريم ديال بنتي راه من شهر خمسه. اذا انت الضوء ما عندكش اختي عايشه؟ ما عنديش الضوء. ما دير لي الماكله ملي بقاو كيجيبوا لي الورقه كل خطره يجيبوا لي، ملي ما لقيتش باش نخلصو صافي جاوا الدواء ليا ما عقلوش عليا. يوسف عطينا يوسف يقول لنا شي كلمه. عطينا يوسف. يوسف ما كيهضروش، ما كيهضروش. عطيه دير لنا غير شي حركه يشوفوها المغاربه. ما يهضروش. يوسف 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 محمد. خاصني لي مكرارس، ما عنديش لي مكرارس. محمد واحد الكروسه كانت عاطيه لي واحد السيده ديال ولدها راه خسرت لي هي الرويضه كتمشي دوك على ثلاثه الروايض. الله المستعان. خاصني كرارس لولادي، كرسي متحرك لوليداتي بجوج، وليكوش والدوايات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يسخر لي هي المحسنين يساعدوا هاد الدراري غير على الدوايات ديالهم وعلى ليكوش. واخا انا انتوما كتشوفوا الحاله ديالي راه ما خدامه ما ردامه، راني عايشه بالستره ديال الله سبحانه وتعالى. راه الستره ديال الله هي اللي معايا لهاد الوليدات، حيت راه ما يمكنش ليا نخليهم ولا راه نخرج نتسخر. خاصني نهز واحد في داري وواحد يبقى عاقل.
واش عمرك شتي شي حاله بحال هذه؟ حيت انا لاول مره كنشوف هذه الحاله عندنا في المغرب. انا كنت شفت واحد الشبيه شفتو في تركيا، واحد الشبيه ديالهم شفتو في تركيا، ولكن لاول مره كنشوف هذه الحاله في المغرب. واش انت عارفه بان كاين شي حالات بحال ديال محمد وديال يوسف، ولا اول مره شفتيها تاتي؟ لا تاتي اول مره شفتيها. اول مره كنشوف. سبحان الله سبحان الله. اذا الطلب ديالك اختي عائشه؟ الطلب ديالي هو نتوجه للمحسنين والمسؤولين. مسؤولين حتى شي بلاصه ما راني دافعه شحال من دوسي، راه حتى شي بلاصه ما نمشي للجمعيات، نمشي لكل شيء، راه ما كنستافد الا الجمعيه وحده. ما نكذبش عليها، انا كنشكر الوداديه بلا ما تسمي. انا كنشكرها مره مره، راه كتشري لي الدواء المحدد، الدواء ديالو ديال العصب ديال النعاس باش كينعس، هذا راه كيديرو يوميا. مره مره كيشريو لي الدواء ملي يكون عندهم، راه كيشريو لي التحاليل. دايرين 12000 ريال درتهم لمحمد، راه الورقه ديالهم وما لقيتش باش نخلصهم، ومشيت كنبكي على السيده اللي مسؤوله، وعطاتني من جيبها، قالت لي انا باش نعاونك من جيبي، حيت راه داكشي اللي في السبيطار عطنا راه هو هذا. واخا اختي عائشه، اعطي النمر ديالك لخوتك المغاربه ان شاء الله، باش الا بغيتوا يتواصلوا معاك ان شاء الله. خويا النمره تكتب عليهم، انا راه ما نعقلش. ياك واخا هي هذيك، شو ما كنعرفش. واخا هي هذيك 17-00-18-55 ياك؟ اييه. يعني 06 قلبي التليفون باش نشوفوا معنا المشاهدين. ها باش قربيه لينا الكاميرا للفوق، طلع الفوق. ها واخا 06-17-00-18-55 06-17-00-18-55.